بالنسبة لولاية القصرين، انطلق موسم جني الزيتون منذ 1 نوفمبر 2023، وباش يتواصل حتى 30 جانفي 2024 لمدة 3 أشهر. وانطلق الموسم خاصة في المعتمديات نتاع معتمدية صبيطة ومعتمدية ماجب العباس. وبالنسبة للصابة هذه السنة، هو الصابة ما يقارب على 30,000 طرناد، وهذا معناتها تعتبر بالنسبة للسنة الفارطة كانت 28,000 طرناطة، أي ما يزيد على 2,000 طرناطة هذه السنة. وكي نحكو على 30,000 طرناطة، هم معناتها بالنسبة لل30,000 طرناطة هي من المروي، معناتها فهمني ماهيش سقوي، ماهيش بعلي، الأغلبية معناتها سقوي. وبالنسبة ثم عنا وضعية المرجين، احنا كسلطة جهوية كنا عملنا جلسة في الأيامات الفارطة، وخاصة على التثمين نتاع مادة المرجين اللي هي مهمة برشا. ثم اتفاقية أو صايرة معناتها ما بين مش يتم إبرامها ما بين لوتي دي، ما بين ديوان الأراضي الدولية والمعاصر. وإحنا تعرفوا أنه في ولاية القصرين عندنا 34 معصرة، وال 34 معصرة متوزعين على 14 معصرة في معتمدية سبيتلة، وخمسة في جنوب الولاية اللي هم معناتها في فريانة، خمسة في فريانة وأربعة في ماجل، وثمانية ما بين القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية، وثم ثلاثة ما بين معناتها فوسيانة وتيالا وسبيبة. دونك بالنسبة للمعاصرة هذا مش يحاولوا يعملوا اتفاقية ما بينهم وبين ديوان الأراضي الدولية فيما يخص معناتها تثمين مادة المرجين، يشوفوا لهم معناتها مكان اللي هو يحطوا فيه مادة المرجين باش نعاودوا معناتها نستغلوها بعد للتسميد.